حدث في الحياة الخاصة لربما هو ارتباطي بسيدة فريدة شابون الزوجة ديالي. عرفتها ونحن في الإعدادي، في نهاية الإعدادي، وتزوجنا في الجامعة ورزقنا 4 أبناء. يعني التكون ديال هذه الأسرة تعني في حياتي تقريبا 50 سنة من الارتباط. إذن أهم حدث في حياتي الخاصة هو الارتباط بهذه السيدة اللي كونا أنا وياها هذه الأسرة التي لازالت مستمرة متماسكة، وأتمنى لها الدوام والاستمرار. ما كنت أعتقد أن شيء إنسانة غتصبر عليا ما صبرت أم الأطفال.